خليني هسأل أستاذ وسام الأول، إيه الحكاية بتاعت الإحجام عن تناول الأسماك؟ إيه اللي جرى؟ اللي جرى إن إحنا فجأة بدون أي مبررات ارتفعت أسعار الأسماك بطريقة باهظة. يعني النهاردة لما أكون أنا في مدينة ساحلية والمواطن الغلبان أو محدود الدخل ما يقدرش يأكل سمك، يبقى في مشكلة. مشكلة كبيرة. مشكلة كبيرة لما يوصل ثمن السمك شبار ل 200 جنيه ويوصل ل 180 جنيه والجمبري يوصل ل 300 و400 شبار. جنيه. شبار اللي أصغر من كف الإيد. شبار الأخضر الصغير ده. الحلو المبطرخ ده. أيوه. ده إحنا كنا بنجيبه تسالي. 250 الله ينور على حضرتك. يبقى في مشكلة عندنا. النهاردة لما أنت النهاردة تتكلم مع التجار وتبدأ تنزل للسادة البياعين، يجي تقول يا جماعة مش هينفع، احنا النهاردة بلد ساحلية، المفروض ان احنا اولى، احنا الاكلة اكلة السمك دي عندنا اكلة اساسية مش زي بقية محافظات مصر. يعني احنا النهاردة مفيش بيت في بورسعيد مش لازم ياكل في الاسبوع على الاقل مرة ولا مرتين سمك. النهاردة ما قلناش بنقدر ناكل بالاسبوعين سمك بسبب غلاء الاسعار. اسرة مكونة من 5 6 افراد، اما نروح نجيب كيلو سمك 3 سمكات او 4 سمكات ب 200 جنيه، يعني 2 كيلو ب 400 جنيه غير شويهم. لما يبقى الشبار ب 180 و 200، امال البوري عندكم 250 والله يا استاذ يوسف. امال البوري عندكم عامل كام؟ ده انتوا ارض البوري. 180 160 130 دي اصبحت الاسعار بتاعت السمك. كان لازم يبقى في ستوب، لا كده في حاجه مش طبيعيه. ها. نزلنا الشارع، رحنا اتكلمنا مع البياعين، حملوا الموضوع للتجار. رحنا اتكلمنا مع التجار، قال لك لا اصل احنا كنا في رمضان والبوري والفسيخ والعيد ومش العيد والكلام ده. طب يا جماعه ممكن نكسب بس بما يرضي الله. قال لك لا مفيش الكلام ده ومفيش اسعار، واللي مش عاوز ما ياخدش، في محافظات تانية هتاخد. وبالفعل قررنا وانا يعني من الاخر عاجبكم كان بها، مش عاجبكم هنطلعه حته تانية بالظبط.